السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وجدت البي ديالك، عندك الماليطه، الباسبور، كل شيء ديالك ليغال، عندك الفيزا او لا عندك الاقامه، كتمشي للمطار كيقول لك بلاصتك ما كايناش، الطياره عامره ما كاينش بلاصتك. وكيفاش الطياره عامره وانا عندي ريزيرفاسيون كونفيرمي، يعني مأكد الريزيرفاسيون ماشي غير حجز فقط وانما تاكيد، عندي البي مأكد. هذا كيتسمى اوفر بوكين، الحجز الزائد. وهذا الشيء هذا ماشي كيعملوه معاك موظفين المطار حيت عندهم معاك شي حساب ولا ما حملكش ولا ما عجبكش، لا. وهذا الشيء هذا ما فيهاش داروا هذا الشيء مع الاجانب ولا داروه معنا ولا يعني بحال لي شي حاجه شخصيه كيما بحال اللي كيقول هذا السيد هذا، لا. هذا بحال ماشي مشكل، ولكن دابا هي برانيه راه مشكله وحق الله. الناس اللي خدامين في الطياره راه تتشوهوا بينا حشومه، حنا راه ولاد البلاد حتى درتوها معانا هانيه. ها هي دابا السيده راه هي مسكينه تما، دابا قولوا لي فين غتمشي؟ قالت لك انا ما عنديش فين غنمشي، هنايا انا غير فاكانسا. الله يهديكم اصحاب الطياره، الله يهديكم. هادشي راه ما عندهمش هما في الاوروب، وحنا كنمشيو عندهم والله ما كاين هادشي، هذا خدمه بخدمتها. اودي مع من تهضر بيوم دوراجين عاوتاني، نرجعوا لديورنا حنا ماشي مشكل، ولكن هما ما عندهمش فين يمشيو. اذا شنو هو الاوفر بوكين او الحجز الزائد؟ هذا الاوفر بوكين هو واحد الممارسه اللي كيديروها شركات الطيران باش يربحوا اكثر، كيعمروا الطياره. شركات الطيران كتبيع تذاكر اكثر من عدد المقاعد الحقيقيه اللي عندها في الطياره، حيت كيعرفوا باللي كاين شي ناس ما غاديش يجيو في الوقت او ما غاديش يسافروا، على حساب اللي التجارب السابقه اللي عندهم طبيعه الحال في السفر، باش يعني كيعمروا الطياره مزيان وكيربحوا اكثر. رايانير ما كانش كدير هذا الشيء، هذا المسموح ان شركه الطيران ديرو هو 5%، على حساب القانون الدولي تقدر تبيع حتى 5% من عدد المقاعد اللي عندها. رايانير كتبيع تقريبا 19 بلاصه زايده على البلايص اللي عندها، عندها 189 كرسي تقريبا في جميع الطائرات ديالها، وكتبيع حتى ل 117 118 يعني 217 218 تذكره. ولكن في شي مرات كيقدروا يجيو المسافرين كاملين اللي شراو البي، بالتالي كيصبح عندنا مشكل ديال عندنا عدد الركاب اكثر من عدد المقاعد. فهنا فين كيجي القضيه ديال بعض المسافرين كيتمنعوا من صعود الطائره واخا تكون عندهم التذكره. دابا غادي نعطيكم واحد المثال بالارقام باش نفهموا هذا الامر هذا مزيان. تخيل معايا واحد الطياره مشى من طنجه الى باريس، هاد الطياره هذه عندها 200 مقعد في الطائره. الشركه ديال الطيران كتعرف بانه في الغالب يعني داك الحساب اللي كيعملوا ديال 5% من الركاب ما غاديش يجيو، يعني 10 ديال البي كثر اللي غادي يبيعوا. فالبي اللي مبيوع في هذه الرحله من طنجه لباريس هي 210 ديال التذاكر، في حين ان المقاعد غير 200 فقط. الا ان هذا الحساب شي مرات ما كيصدقش وكيجيو داك 210 ديال المسافرين، فالشركه غادي تلقى عندها 10 المسافرين زايدين وغادي تمنعو من ركوب الطائره. الا ان هذه القضيه ديال غادي تمنعو من ركوب الطائره راه ماشي بهذه السهوله، هذه راه كاين اجراءات اللي كدار وكاين طريقه في التعامل مع المسافرين قبل ما تقول له انت راك ما راكبش ولا ما طلعش في الطياره. اذا الاجراءات المتبعه عالميا في هذه الحاله هذه ملي كيكون الاوفر بوكين، فالشركه اول حاجه خصها تعمل هي البحث عن متطوعين. يعني كتقول انا محتاجه اولا محتاجين 10 ديال الناس ما يركبوش في الطياره، واش كاين شي متطوعين؟ ولكن هاد المتطوعين هذا ماشي غير كينزلو، كان كيكون واحد مثلا ما عندوش الشغل لغد ليه، باقي عنده عطله، المهم كيكون يعني هو مستعد انه ما يسافرش هذاك النهار هذاك. ولكن هاد التنازل على المقعد ديالو، لان راه انت باقي عندك مقعد، هاد التنازل هذا كيكون مقابل ديالو واحد التعويض. ولكن في حاله التطوع ما يعني كيكون مفاهمه، انت كتفاهم مع المسؤول على الشركه باش كيخليك مثلا انك باش انت تنزل من الطياره. فعاده يعني كيكون كيبدل لك البيي وكيعطيك واحد المقدار ديال الفلوس اللي كومبنسيشن، يعني كتسمى بحال اللي كيعوضك على هذاك نقولوا التعب ديالك وعلى التخلي عن المقعد ديالك لمسافر اخر. هاد الناس هاد الفينانس ديال لافياسيون ديال الطيران كيكونوا عارفين هاد الشيء هذا وكيكونوا عاملين بحسابه ملي كيبيعوا البي زايد. فكما قلنا كيعطيوك واحد التقدير، واحد التعويض
يقدر يكون في شكل ديال قسيمه سفر، اكل مجاني، او حتى فلوس كاش، او حتى فلوس يدوزوها لك في الحساب ديالك. الركاب اللي كيطلعوا غالبا كيسردوهم في رحله اخرى من بعد، اما لا غد ليه ولا كانت في العشيه مثلا من بعد ساعه اخرى كاين رحله، فهما كيحجزوا لك في هاد، يعني اما كيعطيوك هاد الشيء هذا كامل اولا بعض من هاد الحاجات هادو. الا خلصوك فلوس بزاف فما ياخذوا لكش اوتيل، الا عطاوك فلوس قليله ياخذوا لك اوتيل وياخذوا لك رحله، فكتكون مفاهمه. هذه في حاله المتطوعين. في حاله المنع الاجباري، الا ما كانش متطوعين، اولا مثلا حنا خصنا 10 ديال المتطوعين وجبرنا غير 8، فكيبقاو لنا جوج. هذيك يعني الشركه هي اللي كتعمل واحد الاجراء داخلي ديالها، كتقول هذا وهذا ما غاديش يسافروا. بين الامور اللي كتسهل عليهم هذه هما داك اللي كيجيو في الاخر، هادوك هما اللي يعني كيجيهم ساهلين، فكيعطيهم ديك السبه كيقولوا راك جيتي معطر، فبالتالي ممنوع تطلع للطياره لانك ما عندكش مقعد. الا ما لقاوش كما قلنا عدد كافي ديال المتطوعين، الشركه غادي تختار بعض الركاب اللي غادي يتم منعهم اجباريا. الركاب اللي عندهم الاولويه كيبقاو في الطياره بحال الناس اللي عندهم احتياجات خاصه، الناس اللي عندهم شي اعاقه، وكذلك العائلات اللي عندهم الاطفال والصغار، اولا الناس اللي شراو المقعد ديالهم. ما معنى شراو المقعد؟ يعني عملوا تشيكين اونلاين، اولا جاو هما الواله في الساعات الواله وتسجلوا من بين الاوائل على هيدا. يعني التشيكين اونلاين مهم بزاف. فكما قلنا هادو هما الناس اللي يعني الطياره ما كيمكنلاش تنزلوا هكذا، وكان يعني اجباريا الناس اللي كيجيو للوالو كيتسجلوا، اللي عندهم تشيكين اونلاين، الناس اللي عندهم عائلات واطفال، وناس اللي عندهم يعني شي اعاقه ولا كيحتاجوا مساعده ولا كبارين في السن. فهنا في كما قلنا يعني هذه هي الطريقه اللي كتنزل بها الناس من الطياره. في القضيه ديال التعويض الاجباري، الشركه واخا كتنزلك اجباريا من الطياره راه مازال لك عليها حقوق بزاف ديال الدول وعالميا. فالركاب اللي كيتمنعوا اجباريا عندهم حق في التعويض. في الاتحاد الاوروبي كاين واحد الدوكيمون، واحد الوثيقه انا غادي نوريها لكم، اللي هي ES 261/2004. القانون ديالها كينص على انك خصك يعطيوك من بين 250 حتى 600 اورو على حسب المسافه والطول ديال الرحله. هنا كاين واحد الحل اللي هو كيعملوه جميع شركات الطيران، وهذا خصو يكون هو اعاده الحجز. يعني هما كيحجزوا لك البيي بغض النظر على واش غادي يعطيوك فلوس، واش غادي يديوك للاوتيل، واش عيطيوك ترونسبور، واش عيطيوك الماكله. كاين يعني هذا اللي مهم بزاف هذا الشيء هذا كامل، هو انهم سواء انت طوعيا او غير طوعيا البيي ديالك كيتبدل بلا ما كتخلص عليه، بالاضافه لديك المسائل اللي قلنا في الاول. اذا الان شنو خصك تعمل باش ما تطيحش في هذه القضيه هذه، لانه ماشي بعيد تكون انت من الناس اللي شرا البيي في الاوفر بوكين. اول حاجه تمشي بكري تسجل من بين الناس الاوائل تعمل تشيكين، ولا تعمل تشيكين اونلاين. حاجه اخرى، الى حصلتي وصافي شتي بانه راه يعني غادي يبداو يمنعوا الناس من النزول في الطائره، وهذا الشيء اللي ما كيدارش في المغرب هو بحال اللي شفت انا جميع الحالات، هو انه كيجيو كيقول لك انت ما تسافرش. فكما قلت اذا شتي راسك صافي كاين اوفر بوكين، فتطوع، احسن تطوع وتفهم معاهم احسن ما ينزلوك ويعطيوك هما بين قوسين داك الشيء اللي بغا اللي بغاو. حاجه اخرى هو انك تكون عارف الحقوق ديالك. وهنا فين غادي تقول لي واخا يبقى لي انت راك يعني خدام في مجال الطيران، انا باش غادي نعرف كيفاش خصني نعمل هاد التعويض هذا؟ انا غادي كيفاش خصني نعمل نكون عارف الحقوق ديالي؟ ساهله، ادخل لجوجل. ها هي، اي واحد كيعرف يدخل لجوجل ياك، وانت غادي تدخل لجوجل. هنايا سمحوا لي نعمل البانطايا. مسافر مع ريانير مثلا اللي هي اللي دايره لنا هاد الصداع كامل. ها حنايا كتعمل هنايا اوفر بوكين ويد ريانير. هاي اول حاجه كتخرج لك، اول صفحه كتخرج لك اوفر بوكين ريانير، هي هذه نوتيس اوف يور رايت ان ذا ايفنت اوف ذا ناي بوردين. كتسكي عليها كيخرج لك هاد الوثيقه هذه قداش النية، فيها صفحه وحده. الا عطيتوني 100 درهم غادي نترجم لكم هاد الصفحه هذه، ولا 10 اورو غنترجمها ونعطيها لكم ترجمه باش تعرف الحقوق. وراه حنا عينا ما كنعملوا فيديوهات، ما كاين لا لايك لا بارطاج لا تعاليق باش تطلعوا لنا الفيديوهات. بالعكس كاين شي واحد انت كتعمل فيديو هايدا وهو كيرجعوا هايدا، مالك كتضرب في المغرب كتضرب في المغاربه مالك اصاحبي. انا كنهضروا على لافياسيون وكنوريكم شنو تعملوا باش الواحد يعرف فين يمشي راسو.
فبالتالي انا قلت لكم عطوني 100 درهم ولا 10 اورو نترجم لكم هذه الورقه هذه، صفحه وحده هي فيها الحقوق ديالك كامله من بين الحاجات اللي ذاكرين هنايا. غادي نوريكم نقرا لكم انا غير هذا البارتي هذا، كيقول لك denied boarding يعني المنع من الاركاب. Ryanair as policy does not overbook its flights. ما بقاتش فعلا، كانت Ryanair من بين الشركات اللي ما كتعملش overbooking، عندها طياره فيها 189 ناس كتهز 189 ديال الناس فقط، الان ولات حتى هي كتعملها لان حتى هي فيها شافت بها الفلوس وكتضيع. كيقول لك Ryanair لا تقوم بالحجز الزائد على رحلاتها، ولكن في حاله في بعض الحالات هناك مثلا هذا الاوفربوكين، فيعني المسافر كيكون مضطر انه يتخلى على المقعد ديالو ولو انه ريزرفيشن يعني مؤكده. وي ويل سيك فولونتيرز، كتقول لك اول حاجه داكشي اللي قلت لكم راه كاين هنا، اول حاجه كتقول لك غادي تقلب على فولونتيرز، على ناس اللي يتطوعوا باش يخليوا المقعد ديالهم لمسافر اخر. كيقول لك اند وي اند ذا فولونتير، نحن يعني ريانير نحن هو المتطوع اللي ما غاديش يسافر يخلي لنا المقعد ديالو. May agree upon before voluntary denial، يعني غادي نتفاهموا قبل ما يكون يعني الرفض الإجباري أنه ما يسافرش، فغادي نتفقوا we may agree about يعني غادي نتفاهموا على شنو غادي نعملوا مع هذا المسافر هذا. If there is any sufficient involuntary يعني هما غادي يتفاهموا معك. كيقول لك في حالة إذا ما كانش هناك عدد كافي من المتطوعين، فهذه الحالة هذه كندوزوا إلى يعني المنع الإجباري من الصعود إلى الطائرة. رغم ذلك هنا في هذه الورقة هذه الناس، رغم ذلك هما عاملين الفلوس اللي كيخلصوا لك. هانت ما رأينا العملة ما بين 250 أورو حتى 400 ديال الأورو، رغم أن قانونيا راه هي كتوصل حتى 600 الأورو، وأنا كنعتقد بأن هنا شي مرة شفت عندهم 600 ديال الأورو، غير الآن ما كانش براش وما خصنيش نطور عليكم الفيديو، ولكن رأينا راه هي حاكمة على راسها ما بين 250 حتى 400 ديال الأورو بالإضافة إلى الأوتيل. يعني هذيك السيدة لي ايطاليا اللي بقات في المغرب هذيك راه خصها يعطيوها الاوتيل ويعطيوها الترونسبور اللي كيديها ويجيبها من الاوتيل، وكذلك حتى الدييتاس يعني حتى الماكله ديالها اللي غادي تاكل هذيك المده اللي غادي تبقى في الاوتيل، فخصها تكون مخلصه. كنتمنى نكون فدتكم بهذه المعلومات هذه، شكرا بزاف على حسن المتابعه كما دائما، والى فيديو قادم ان شاء الله الرحمن الرحيم.